اهلا وسهلا بكل مشاهدين تي في 17 وبالاخص ببرنامج حديثك على الهواء. حلقتنا اليوم بقيه بامتياز مع ضيفتي لليوم. ضيفتي لليوم مديرة التحرير بموقع زوايا ميديا وايضا بموقع اليسار نيوز البيئي، وهي ايضا صحفيه وبالاخص صحفيه بيئيه، مع السيده سوزان داو. اهلا وسهلا فيك معنا. اليوم حلقتنا مثل ما ذكرت بقية بامتياز حتى نكون هيك هالموضوع المهمش إذا فينا نقول عم نضوي عليه ونخلي العالم تعرف فيه أكتر. أكيد أكيد. خلينا نبلش ونحكي شوي عن التغيير المناخي، كيف أثروا على لبنان؟ أكيد. هلا أول شيء موضوع البيئة خاصة بلبنان توبيك كتير يعني هات توبيك بهالفترة هاي، خصوصا من التحديات والعقبات الاشياء اللي عم تواجه البيئة بلبنان. تغير المناخ عم نلمسه كل يوم بالظواهر المتطرفة بالمناخ، يعني شفنا من قبل موجات حر كتير طويلة مثلا، وبالمقابل السنة هاي لقينا موجات برد كمان كتير كبيرة. هذا الشغل مش بس بلبنان، يعني خلال الشهرين الماضيين مثلا بالشرق الأوسط بشكل عام، بالعراق صار في 7 عواصف رملية أدت لآلاف حالات الاختناق من الهواء. هيدي كلها من معالم تغير الهواء. هلأ البحث العلمي والتدقيق شوي ما عم يلحق بنفس الوتيرة اللي عم بصير فيها تغير الهواء، ما عم بلحق بصراحة، بس احنا عم نشهده بحالات الانقراض اللي عم بتصير، بالتنوع البيولوجي اللي عم بصير في انحسار. عم نحكي صرنا بالانقراض السادس، يعني اللي بيشبه وقت الديناصورات كمان، من وراء التغيرات المناخية. عم نشوف موسم الحرائق بلبنان قد ايه صار وتيرته وطوله كشهور، يلي اجتاح نص المناطق صحيح بعكار، يعني قضى على ثروة بيئية لا تقدر بثمن. بعدنا مثل ما قلتي البحث ما عم بلحق انه يكتشف الثروات اللي عنا، وبالمقابل عم بيكون في تدمير ممنهج ان كان من ناحية الغابات او من ناحية تغير المناخ. صحيح. خلينا نحكي عن الحرائق يلي مثل ما ذكرت اجتاحت نص المناطق بلبنان، عنا مثلا شامون، اقليم الخروب، فهل برايك مفتعلين عن قصد او غير قصد هالحرائق؟ ليكي ما فينا نقول مفتعلين، فينا نقول انه فيهم هو العنصر البشري هو بتقريبا اكثر من 95% السبب فيه، مسبب لهي الحرائق. لانه نحن عندنا مش مثل مثلا بكاليفورنيا بتصير الحرائق بسبب البرق وبسبب هالشرارات الكهربائيه، عندنا الاسباب معروفه. يعني في ناس عم بتشعل مرات الغابات، مثل ما شفنا السنه الماضيه اضطرت الناس تدفع الحطب. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه هال سجاير تنكب، هالأزاز بينكب بيعمل تركيز للضوء ممكن يحرق، وبالنتيجة في عنا كتير يباس، ما عم بيصير في تنظيف للغابات، ما في حراس أحراج ولا عناية وعناية مستدامة بالغابات، فبالنتيجة أكيد بده يصير في حرائق. وصارت في مناطق فيها تضاريس كتير صعبة، يعني صعب الوصول إلها، واضطروا يستعينوا مثل ما شفتي بالمروحيات لحتى يطفوها كمان. بس ليك المرة منلاقيهم اجوا مأخرين، يعني بيكون تقريبا انه النار اجتاحت الدنيا وخربت اللي بدها تخربه، هل كمان الموضوع مقصود ولا؟ هلا خلينا نحن بالنية الطيبة نقول، يعني بالنتيجة نحن كل افعالنا ردود فعل، يعني بتصير المصيبة نعمل ردة فعل عليها، مش انه بنتوقع قبل، يعني كانت ماكسيمم. بس صارت المصيبة ليه مش دغري بيجوا الاطفاء وهيك بيندروا لبعد وقت وما في قديه؟ يعني تيجي الاوكي يمكن حتى يصير في يعني كمان الناس يمكن اللي عم بيعملوا هالاشياء ما اننا متدربين تدريب كافي بالنتيجة، يعني سوري صرنا نحن سنين عم نطالب للدفاع المدني بتثبيته. اي ابدا نثبت الحراس الاحراج والدفاع المدني ولا نعمل سد بلا قعر؟ سد بيكلف مليارات الدولارات، ما في اشياء اسمها حوكمه رشيده، هاي لازم تكون متبعه بكل العالم، تطلع على الاستدامه للمشاريع، مش تطلع على التنفيعات، يعني صار التلوث بلبنان مش بس تلوث هواء، تربه ومي، كل الاصعده، تلوث فساد وهدر، وهذا اللي نتامل انه هالانتخابات الجايه تقدر ترجح كفه الوطن، ترجح كفة التغيير والمحاسبة.
أنا ليه بدي أدفع فاتورة مي 3 مرات وفاتورة كهرباء 3 مرات ولا عم تجي المي ولا عم تجي يعني اليوم مهددني سعر الكهرباء على السيرة إنه بدي يقطع لي التيار الكهرباء، ليش عم يجي التيار الكهرباء؟ مزبوط يعني شو بدي يقطع وما عم يجي؟ إيه يقطع وخلص، شو عم تهددني؟ ما أنا عم بدفع ملايين على الموتور. هل مبرر إنه العالم تكون عم تقطع الخشب لا تتدفى وتكون تسبب حرائق أو مشكلة معينة؟ لا مش عم نحكي هلا، الناس موجوعة ومحتاجة وكل شيء، بس في عم اقول لك في إدارة نعتبرها اقتصاد دائري للغابات، جدودنا كانوا يعملوها، كانوا يعشبوا، كانوا يشيلوا هذا يستعملوه للخبز، بس بلا ما يسببوا حرائق. هي بالعكس هودي يمنعوا الحرائق، مثلا يشحلوا الشجر يعملوا منه فحم، يعملوا فحم من يعني يستفيدوا من الطبيعة، من التقليم تبع الأشجار. فنحن فينا نعمل هيك. هلأ الناس، نحن المشكلة إنه الناس وصلت لدرجة إنه أنا أبدأ من غيري فجعنة، يعني سوري نحن عم نقضي على الغابات، يعني سوري اللذاب مثلا، شجرة اللذاب تطول 3-4 سنتيمترات بالسنة، نقطعها كرمال نعم ندفع عليها، ما عم نطلع للمدى الأبعد الشيء المستدام. بينما نحن إذا نحن قدرنا أن نقلم هالأشجار نعمل منها فحم بالعكس بيعطي نتيجة، يعني سوري بالنتيجة كل هيدي الأمور متعلقة بالسياسة العامة للدولة، يعني البيئة صار بقى تفوت بالسياسة وبالاقتصاد وبكل شيء لحتى تكون مستدامة. يعني هون المشكلة بتقع عمين، قلة التوعية على الشعب، على الدولة أو على كلهم؟ نحن ما عنا دولة، مش بس ما عنا دولة، يعني عم قلك التلوث والفساد مش بس دولة، نحن ما عنا إحساس بالمواطنة. جربي أنت روحي على أي بلد أوروبي تقطعي زهرة بقوموا عليك الناس وبعيتوا عليك إنك أنت مسيتي بحق من حقوقهم، هيدا الزهرة لكلنا نحن مش بس إليك. بينما عنا هون بلبنان يعني للأسف عم قلك ما عنا ثقافة المواطنة، ما عنا غير إنه يعني مثل الفجعنة. أنا المهم إني أنا أخذ مثلا، أعطيك مثال، هلأ موسم العكوب بيقضوا على العكوب لدرجة إنه العكوب صار مهدد بالانقراض بلبنان. شو بدك أختار؟ خلينا نفسر شو هو للمشاهدين. العكوب هي نبتة شوكية بتطلع بالطبيعة، في ناس كتير بتستعملها بأكلات شعبية وأكلات كتير، حتى بيشبهوه بطعمة العصافير. حتى مثل العصافير هلا هو في شوك وبده شغل كتير، بس انه قدي صارت الناس عم بتقطفه لدرجة انه بطريقة غير مستدامة، يعني فيك تقطفيه انت وتخلي الجزع بالارض ليطلع بس لا، صارت قصة ابادة، يعني مثل ما عم يعملوا بالعصافير مثلا. الكيخان اللي هو اول مزارع للذاب، لانه البذرة تبع اللذاب لازم تفوت بمعدة الكيخان حتى تنزرع وتطلع مرة تانية، عم بيدوب الصيد الجائر. الصفيرة اللي هي نوع من الطيور اللي كتير مهمة لا تاكل دود الجمر، دود الجمر عم بيبس من الصنوبر، وهي الأشجار اليابسة عم تعمل الحرايق كمان. فالتنوع البيولوجي هو جزء من التوازن البيئي بكل الطبيعة. نحن قضينا على شغلة عم نسبب بكوارث بيئية لأشياء تانية، فدايما لازم نطلع ابعد من منخار لصري. صح. وهيدي فرصه من هاي المنصه ننقل صرخه انه طلع لقدام شوي، بس طلع ببلدك شوي، طلع انه انت فيك تاكل عصفور، ما في داعي تعمل اباده جماعيه لكل العصافير، انه بالنهايه هن عايشين بهالبيئه فلح ترتد عليهم بقيه النهار. نحن لما نقتل الطيور الجارحه، اول شيء الطيور الجارحه دينيا، اذا بدنا نحكي دينيا، هي كل ذي مخلب وكذا من الطيور والحيوانات محرمة، لكن بعد مع هيك عم يقتلوها، وهي أول عدو للفئران، أول عدو للقوارض اللي ممكن تأكل الزريعة. فعرفتي كيف؟ يعني البوم هلأ صيد الليل هيدا الموسم الماضي قضى على نسبة طيور بوم بشكل لا يقدر، وهيدا أول عدو للفئران وللجرادين كمان. صحيح. وين التوعية من كل هالمواضيع؟
يعني عم نجرب مثلا انا عبر الموقع مواقع اللي عم بشتغل فيها وحتى مواقع تانية اشتغلت فيها. المشكلة الناس ما بتقرا الناس او لو قريت ما بتنفذ يمكن ايه انه اوكي بعدين ما تنسي. يعني مثلا بموضوع الصيد الجائر نحن كم بيئي بنعد على اصابع الايد مقابل اكثر من 400 الف صياد بينهم نعتبر في 15% مستدامين يعني مسؤولين بيعرفوا شو يصطادوا طريده بينما البقيه كل شيء بيطير بقوسه عليه. هلا ما بدنا نكون كثير نيجاتيف بس الوضع نيجاتيف قد ما فيكي. صيد الليل والشبك عم يعني صار مثل تجاره عم ببيعوا الطيور بتشوفيها بالسوبر ماركت يعني هي دوره. والمشكله انه السلطه التنفيذيه ما بتعمل شيء للمنتج ما بتقدر تعمل شيء لانه معظمهم متنفذين كارتال. ليش ما بتقدر؟ ليكي هون بحب نوه كمان يعني ما علينا احنا بدنا نكون نقول الاشياء بطريقه منطقيه. يعني وزير البيئه بظهرنا دائما ودائما بتابع الشكاوي اللي هالمواضيع بس ما في لوزاره البيئه سلطه تنفيذيه على الارض. في مدعي عام بيئي اوكي وبنبعث له على طول بينفذ بس العقوبه وين بتتجاوز؟ انه بيعطوه انذار وبيعطوه سلاح وبقول له مع السلامه. بيعطوه عقوبه لفتره معينه بس ما في عقوبه تصاعديه. يعني العقوبه مرات العدل بالعقوبه هيدا بتعلم الشخص وهيدا بندعي فيه انه يصير في تدريب للمدعيين البيئيين على قانون الصيد وعلى الاشياء نطلع قوانين رادعه فعلا. يعني مثلا تكون تصاعدية انت هالمرة عملتي هالغلطة ينحط لك اكس على شغلة ترجع تصير اكتر تصير اكتر. رجعت عدتية مثلا كيف بدهم يتعلموا العالم؟ كيف بدهم يبطلوا يبيدوا الطيور ويبطلوا يبيدوا الحيوانات البرية وغيرها ويقنوها البوم اكتر بوم من انا بالبيوت صار كمان ايه يعني سوري ما بدي احكي شيء تجاري بس في تطبيقات على التليفون عم ببيعوا الطيور البرية. خلينا نحكي عن التلوث يلي معبى كل المحلات لدرجة وصلنا لمحل صار عنا جبل من الزبال نسميه هيك الجبل جبال صح. فشو رأيك من هالموضوع؟ التلوث مائي هوائي بالتربة وبالنفايات ومثل ما قلت لك كل الاشياء اللي عم نعملها ردات فعل. هلا في شيء بوزيتيف من مرة كورونا والازمه الاقتصاديه انه الناس بطلت تستهلك اكثر. هلا بعد عم تستهلك بس اكثر بس لو كان مثل ما كنا قبل كورونا كان يمكن النفايات قد هيك تريبل. يعني شو الفرق؟ الفرق انه الناس ما عم تشتري كثير وما عاد تعمل هوردنج تجمع الاشياء مشان تستهلكها اكثر. فالغلا ما عاد يخليها تصرف اكثر بس بالنتيجه في عندنا ازمه اقتصاديه. بس الازمه هاي كمان مفتعله يعني انت عارفه يمكن ازمه النفايات ممكن تنحل. في محلات حلوها وجربوا يحلوها بشوف في صبايا قاموا يعني بمبادره كثير حلوه كان عندهم 18 نقطه تجمعوا التدوير صار في عندهم 1100 نقطه كبر ايه يعني صار عم يعملوا اكتفاء ذاتي من قصه ازمه النفايات. بس يعني الازمه بس بعدنا عن نطاق صغير ايه بتعرفي ليش؟ لانه ما عم بيحاولوا انه يحلوا المشكله. كل المشاريع اللي عندنا ما لها نهايه حتى مشاريع المجتمع المدني يعني بتوصل لمحل وبتوقف بس دائما احنا بنحب نضوي صح ونعطي انواع العالم بركة شمعة بهالليل المظلم كما بيقولوا. بآب 2015 صار عندنا مظاهرات كرمال طلعت ريحتكم من وراء النفايات واللي السلطة ما كانت عم بترد فجابت ايجابيات هالمظاهرات يعني مؤقتة مثل ما شفتي قاموا عملوا هيك الشعب كله نزل على الأرض من وراء التلوث ونزلنا كلنا على الأرض وإن لهم طلعت ريحتكم ومليونية كانت وكانت مظاهرة كتير حلوة. بس القصة إنه نحن شعب كتير عاطفي وشي مؤقت. إحنا المهم نكون مصابرين مستمرين ما نضلنا بس نعمل ردود فعل لازم نضلنا متابعين. هلا كلنا فينا نعمل مبادره مثل مبادره الشوف بس بدك البلديات تساعدنا بدك النواب يساعدونا بدك المشرع والقوانين. مش لازم الانسان يبلش هو من حاله بالاول اكيد. هلا هو كل فرد منا مثل ما بيقولوا بالامثال الشعبيه كل حجر بتسند خيبه. كان عندنا خيبات الزيت الكبيره كانوا يهدوها بحجر صغير لحتى ما توقع
فكل مبادرة صغيرة ممكن تعمل شيء فرق وشيء جديد وشيء منيح، بس العمل الجماعي هو الأساس. الانتخابات هلأ النيابية على فكرة خلينا نعتبرها محطة، الانتخابات البلدية هي الأهم، لأنه السلطة المحلية هي اللي بتعمل التغيير، وهون الحلو، هون فينا نعمل تغيير عن جد بالانتخابات البلدية. لأنه إذا طلعتي أنت شخص مؤمن بالبيئة يقدر يشتغل على مستوى محلي، ممكن تتعمم هاي التجربة. بس ما عنا وزير للبيئة، وأنه مش هالقد عم يشتغل للبيئة. بالعكس أنا عم قلك بالعكس، لأنه عم بتابع الإشي، بس ما في بإيده صورة تلفزية، ما عنده جيش بيئي، ما عنده شرطة بيئية، ما عنده. طب ليه ما بيشتغل على الموضوع؟ بعتقد الشغلة سياسية أكثر ما هي، يعني نحن نطالب كمان من هالمنبر بأنه تكون وزارة البيئة سيادية، يكون عندها سلطة تنفيذية على الأرض. وبحيي للوزير ناصر ياسين، الدكتور ناصر ياسين، وكمان للعقيد بالأمن الداخلي اللي دائما داعمنا جوزيف مسلم، على طول على طول بنبعث له. يعني نحن عبر أسسنا هيك مثل مجموعة صغيرة اسمها المرصد الأخضر، بنحط فيها مقالات بيئية توعي وإشي، بنحاول نعممها، وبنفس الوقت بنحط فيها التعديات البيئية. كل شيء بينزل بنودي له اياه دغري للوزير ولا للعقيد، وكمان لوزير الزراعة، لأنه هيك بيتفاعلوا معكم، عم يتفاعلوا قدر الإمكان وقدر ما بيقدروا مقابل المتنفذين. مثل ما قلت التلوث مش بس مائي، وهيدا فيه فساد، فيه هدر، في اشياء كثير يعني عم توقف بالوجه. مشان هيك لازم يصير في تغيير وفي محاسبه لهالاشياء. هل برايك 17 تشرين هيك غيرت شوي؟ لان لقينا كل العالم عم تنزل تنظف الطرقات، وخاصه بعد 4 آب لقينا الشباب والصبايا عم بينظفوا. ف شو رايك؟ عملت شيء كثير حلو. الثوره 17 تشرين كان لها اثر كثير حلو، يا ريت استمر، لانه بالاخير صار في كثير يعني عداء لها، وصار مشاكل في مشاكل وهيك. والثورة 17 تشرين تميزت بأن بوجود النساء بالخطوط الأمامية. مشان هيك بقول لك الثورة أنثى، والثورة كمان بنفس الوقت بيئية، لازم نفكر فيها بطريقة بيئية، لأنه أول شيء عملوه إنه نظفوا وشالوا كل هالدبري وهالأشياء اللي طلعت. بدنا نستمر، يعني هاي الشغلة تراكمية، وهيدي أسلوب تفكير وثقافة، لازم نبلش نوعي بالمدارس عبر وزارة التربية، وهيدي كلياتها بدها تكون شغلة دائرية. مزبوط. يعني حتى تكتمل شغلة مستدامة. وبرجع بذكر بشغلة، إنه هيدي السنة يوم العيد المرأة، يوم المرأة العالمي، كان عنوانه كتير حلو، هو العنف، مكافحة العنف الاجتماعي اليوم لأجل غد مستدام. يعني ربط البيئة بالمرأة وبالسلام وبكل شيء، ولا بعدين، مش بس حصروا بهلا، مش بهلا كمان. بتشكرك أنك كنت معنا وأنك ضويتي على موضوع البيئة يلي يمكن العالم اخدته هيك بطريقة مش عطيته اهتمام. يعني هيدي الشغلة بدها تكون مثل ما قلت لك، لازم يكون التوعية مستمر لحتى الناس كل كلمة توصل، وتجرب أنه من بيتها بلش، من حالها، بلش من حالها ومن أسرتها، من سواء الرجل ولا للمرأة، أنه يبلشوا من حالهم حتى يقدروا أنه يعملوا التغيير المطلوب، لأنه هيدا الأساس. صحيح. نتشكرك مشاهدينا، حلقتنا وصلت لنهايتها. أنا كنت بشوفكم بحلقات لاحقة. باي باي.